السلام عليكم. طائرات إيران المسيرة انتقمت للهجوم الذي شهده العالم بأكمله فجر يوم أمس بالطائرات المسيرة على مبنى الكرملين وهو رمز السلطة الروسية طبعا. وجاءت لقطات تعرض لأول مرة للطائرات المسيرة الإيرانية وهي تنطلق من الأراضي الروسية مباشرة على الأراضي وعددا من المدن الأوكرانية بهذا الشكل كما ترون. اللحظات الأولى لطائرات شاهد 136 المفخخة وهي تنطلق مباشرة على عدد من النقاط كما تلاحظون هنا في هذا المقطع المصور. وكذلك عندما نتوقف عند عدد من اللحظات وتحديدا أول طائرة مسيرة انطلقت في هذا المقطع، ستلاحظ بأنك أمام طائرة مسيرة تشبه تماما ومتطابقة تماما مع شاهد 136، بل هي الطائرة نفسها بالتحديد وموجودة طبعا على منصة على الأرض بهذه الطريقة. وعند انطلاقها طبعا يتضح لك أيضا شكل الطائرة بشكل أكبر، بمعنى آخر بأن الروس يستخدمون هذه الطائرة بهذه الطريقة عندما يطلقونها على الأراضي الأوكرانية، وهي ببساطة هي بهذا الشكل لا أكثر ولا أقل. وطبعا الإنذار جاء بهذا الشكل بالنسبة للمدن الأوكرانية عند انطلاق الطائرات المسيرة. ونلاحظ أن أهم المدن الموجودة هي كانت كييف، وطبعا جزءا من المدن الأخرى التي استهدفت كما تحدثنا. كييف كانت أساس هذه الهجمات، وأيضا كانت الهجمات ذاهبة مباشرة على مدينة زاباروجيا وكذلك أوديسا المهمة للغاية. وجاءت المعلومات الأوكرانية لتتحدث بأن هذه الطائرات المسيرة كانت قد انطلق جزء منها من البحر الأسود، في إشارة إلى أن شبه جزيرة القرم هي كانت نقطة انطلاق لهذه الطائرات المسيرة لتستهدف أوديسا، بالإضافة إلى ذلك إلى شمال شرق روسيا تقريبا من هذا الاتجاه. وبالتالي نوعية الاستهدافات التي كانت هذه المنصات مهيئة للقيام بالهجوم على أوكرانيا بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب البسيط تبعا. بل إن ما هو مثير في هذه القضية أن كانت هنالك عبارات باللغة الروسية قد كتبت على الطائرات المسيرة، ومن أشلاء هذه الطائرات المسيرة الإيرانية من شاهد 136 تلاحظ من العبارة الأولى هي من أجل موسكو ومن أجل الكرملين. واضح جدا الطائرات لم تستخدم لغرض آخر بل للانتقام من أجل موسكو ومن أجل الكرملين من هذه الطائرات المسيرة طبعا. ووزارة الدفاع الأوكرانية اعترفت تماما وأكدت بأن الهجوم كان قد تم بـ24 طائرة مسيرة من هذه الطائرات. تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط 18 طائرة مسيرة من هذه الطائرات. وأيضا في نفس الوقت أن هذا الهجوم يجب أن ننتبه هو ليس الوحيد الذي انطلق من روسيا على أوكرانيا بعد حادثة الاستهداف التي جاءت على مبنى الكرملين، لا أبدا، بل كان في نفس اليوم مباشرة بعد الهجوم الذي جاء على الكرملين بطائرتين مسيرة كان هنالك هجوما أكبر من الهجوم الذي نتحدث عنه الآن، قد تم بـ26 طائرة مسيرة من طائرات شاهد 136، والأوكرانيين تمكنوا من إسقاط 21 طائرة. طبعا إمكانيات دفاعية جيدة، أكثر من 80% الآن القوات الأوكرانية تتمكن من إسقاط هذه الطائرات. وطبعا لكي نتأكد من أن فعلا هذا الهجوم بـ26 طائرة كان قد جاء بعد الهجوم على مبنى الكرملين، هي من الساعات التي قد ظهرت من هذا الهجوم كما تلاحظون من هذا المقطع الأول. هذا هو كان مقطع الطائرة المسيرة الأولى التي قامت بالاستهداف. لاحظ أن القبة تحترق من هذه الضربة الأولى. الضربة الثانية فتلاحظ أن الطائرة المسيرة لم تحرق القبة كما ترون بهذا الشكل. وإذا ما ركزنا على الساعة سنلاحظ طبيعة متى تم هذا الهجوم بالضبط وما هو الفرق بين الطائرتين في الوقت. طبعا كما نلاحظ هذه صورة الطائرة المسيرة التي طبعا تسببت بهذا الحرق في هذه القبة. نقترب منها، ستلاحظ أنت أمام تقريبا بهذا الشكل كما تلاحظ أنت أمام الساعة 2:27 هذه و30 دقيقة، وبالتالي نحن أمام الساعة 2:27 من فجر الثالث
من مايو كما نتحدث الآن هو تم الاستهداف. أما الطائرة الثانية التي لم تحترق فيها القبة وجاء الانفجار فيها بهذا الشكل، ستلاحظ عندما تقترب من الساعة، فالساعة تبدو بهذا الشكل بنفس التوقيت تقريبا، ولكن بعد ربع ساعة نقترب أكثر لكي نلقي نظرة عليها، فستلاحظ أنت هنا وخمسة عشر دقيقة، واضح بأننا لازلنا في الساعة الثانية فجرا، وهذا هنا بهذا الشكل تتوضح لك هنا وأربعين دقيقة، هنا وخمسة وأربعين دقيقة، أنت أمام الساعة الثانية وثلاثة وأربعين دقيقة، خمسة عشر دقيقة تقريبا بين الطائرة الأولى والطائرة الثانية في الاستهداف الذي تم بهذا الشكل. وبعد ذلك جاء الإعلان في الصباح الباكر من وزارة الدفاع الأوكرانية أن كانت هنالك 26 طائرة مسيرة من طائرات الشاهد 136 استهدفت المدن الأوكرانية، وبعدها كما نتحدث الآن عن 24 طائرة مسيرة استهدفت أيضا المدن الأوكرانية اليوم بهذه الطريقة. بالتالي نحن أمام 50 طائرة من طائرات شاهد 136 هي التي قامت بهذا الانتقام، وهذا يوضح بأن إيران لم تتوقف أبدا من إرسال هذه الطائرات المسيرة إلى روسيا. روسيا سعيدة تستخدم هذه الأسلحة في عمليات الانتقام، وأيضا في نفس الوقت أن إيران سعيدة جدا في الاقتراب والتقارب مع روسيا، ليس فقط لتعدد القطبية والخلاص من العقوبات والعديد من الأمور الأخرى، بل من أجل مكاسب جيوسياسية مهمة، وتحديدا هنا نتحدث عن سوريا. ففي سوريا روسيا موجودة على البحر المتوسط، وهنالك قوات روسية معروفة وكانت جزءا كبيرا من الحفاظ على وضع نظام بشار الأسد. الإيرانيون طبعا موجودين بقوة، قوات فاغنر أيضا موجودة التي اشتهرت في الحرب الروسية الأوكرانية كثيرا، وأصبحت أكثر شعبية في معارك باخموت التي لا زالت تجري حتى هذه اللحظة، ولا زالت تدور حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. بالتالي حتى روسيا أصبحت أقرب إلى إيران بعد ما كانت هي نوعا ما مع الإسرائيليين في علاقة جيدة، مع الإيرانيين في علاقة جيدة، تحاول أن تنظم الأمور بينهما. الآن اختلفت الأمور وروسيا أصبحت قريبة، وإيران تستغل كل شيء وتشعر بثقة عالية في وجودها هنا في سوريا، وبجانبها طبعا روسيا حليفتها المهمة. والاهتمام الإيراني الآن جيوسياسيا في سوريا قد كبر بشكل كبير في هذه الفترة، وخاصة مع زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا إلى دمشق، ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد بعد غياب لأي زيارة لأي رئيس إيراني منذ عام 2011، أي منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا تغيرت الأمور وجاءت هذه الزيارة بهذا الشكل. بل أن الفاينانشال تايمز كانت قد ذكرت بشكل واضح كما تلاحظون يوم أمس بأن زيارة رئيسي هي استعراض للقوة، للقول أننا نجحنا في الحفاظ على الأسد في السلطة وسنواصل الحفاظ على وجودنا القوي في المنطقة. إيران تريد أن يكون لها اليد العليا في وقت السلم أيضا، يقومون بنفوذ كبير، يحققون نفوذا مهما. وأيضا في نفس الوقت أن إيران ذهبت إلى أبعد من ذلك، هي بدأت تبحث صدق أو لا تصدق على اليورانيوم من أجل مفاعلاتها النووية في الأراضي السورية. الأمر قد نشر من قبل إيران انترناشونال بهذا الشكل، نشرت وثائق خاصة ومخاطبات خاصة للغاية تجري في داخل الحكومة الإيرانية في طلب قادم من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من أجل الحصول على اليورانيوم من مناجم الفوسفات الموجودة في سوريا. لاحظ خطورة هذا الأمر ولاحظ خطورة ما يحدث. فالتفاصيل جاءت ببساطة بأن جاء هنالك طلب من محمد إسلامي وهو مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، طلب من الحكومة الإيرانية بتطبيق مشروع في الداخل السوري، وتحديدا فيما هو متعلق بمناجم الفوسفات الموجودة في سوريا التي أصبحت تحت السيطرة الإيرانية منذ عام 2017 بعدما وقعت اتفاقيات مع الحكومة السورية أن تكون هي تحت يدها. بالنسبة لمحمد إسلامي قال: نرجو منك أيتها الحكومة الإيرانية أن تسمحي لنا أن نطبق مشروعا للحصول على اليورانيوم الموجود في هذه المناجم للفوسفات، وهي من الفوسفات طبعا الصخرية الموجودة طبعا هنا. وتعتبر، يجب أن ننتبه بأن سوريا هي تعتبر من أكبر الدول المصدرة للفوسفات الصخري على مستوى العالم. الفوسفات هي معروف عنها بأنها تعتبر مصدرا مهما للأسمدة الفوسفاتية، ولكن في نفس الوقت أن العنصر الصخري والصخور الموجودة في هذه المناجم هي تعتبر مصدرا غير تقليديا لليورانيوم، وبأن نسبة اليورانيوم نوعا ما عالية في تربة الفوسفات الموجودة أساسا في سوريا بحسب هذه المخاطبات الموجودة الإيرانية، وبحسب أيضا محمد إسلامي وما ذكره هنا بأن النشاط الإشعاعي
عالي في مناجم الفوسفات في سوريا مقارنة بمناجم الفوسفات الموجودة في إيران، وبالتالي هو يرى بأنهم يحتاجون إلى اليورانيوم هنا ما يقارب 800,000 طن، هذا ما يبحث عنه محمد إسلامي من اليورانيوم لكي يطوروا المفاعلات النووية هنا، وبالتالي هو التفاف خطير للغاية من أجل الوصول للقنبلة النووية. والطلب أن يطبق المشروع، ولكن عليك يا حكومة إيران أن تعفينا من الأرباح التي تبحثين عنها في كل مشروع. وبالتالي هذا الكتاب هو صادر من مكتب الرئيس الإيراني، ومذكور فيه طبعا محمد إسلامي كما تلاحظون هنا، هذا هو محمد إسلامي في الطلب الخاص به، والرسالة موجهة من مكتب الرئيس الإيراني إلى عدد من الوزراء المهمين مثل وزير الصناعة، وزير الاقتصاد وغيرهم، يطلب منهم بأن هنالك طلبا من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، يودون أن ينفذوا هذا المشروع من دون أي أرباح. ولاحظ يجب أن تنتبه، أي أرباح للحكومة. ويجب أن نرى هنا قضية مهمة للغاية، بأن هذا الكتاب كله وهذه المخاطبات كلها تمت في شهر يناير من هذا العام تحديدا، أي قبل زيارة إبراهيم رئيسي إلى سوريا. والآن إبراهيم رئيسي وقع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية المهمة مع سوريا، وهذا يعني بأننا أمام شيء كبير يجري على المستوى السوري، وخاصة أن اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي قال بأن إيران لو أرادت الوصول للقنبلة النووية ستصل إلى 5 قنابل نووية، وأيضا أن إسرائيل يبدو بأنها أصبحت بعيدة عن روسيا، وأصبح وستتدهور هذه العلاقة بشكل أكبر، خاصة وأن المونيتر قد كشفت يوم أمس بهذه الطريقة بأن كييف بدأت بعملية تجريب واختبار أجهزة الإنذار المبكرة الإسرائيلية لكي تستخدمها في الداخل الأوكراني، ويريدون إدخالها بسرعة، لأن هذه الأجهزة بحسب وجهة نظر أوكرانيا وبالإمكانيات التي تتمتع بها ستكون مهمة للغاية بالنسبة للأوكرانيين للتصدي للهجمات الروسية القادمة، خاصة وأن الأوكرانيين يقومون بالعديد من الهجمات الخطيرة للغاية على مستوى الداخل الروسي. فكنا مرة أخرى أمام هجوم بالطائرات المسيرة الأوكرانية على إحدى المنشآت النفطية في الداخل الروسي، اعترفت روسيا، وكالة تاس الروسية اعترفت بهذا الهجوم الذي قد تم على كريسنادارسكي كراي، إحدى الأقاليم المهمة التي تتعرض إلى الضربات طبعا بشكل مستمر. وهذه المنشأة طبعا هي كما تلاحظون التي تعرضت إلى الهجوم، وجاءت الصور فجر هذا اليوم بهذه الطريقة، وتلاحظ بأنك نوعا ما أمام عدد من العلامات، هذا عمود واضح مميز، وكان هنالك عمود آخر بهذا الاتجاه ظاهرا في بداية المقطع، وهنا نوعا ما أيضا أبراج حمراء، ونحن أمام كما تلاحظون 4 مستودعات. المستودع الثالث هو الذي ضرب مع الانتباه بأن ليس هنالك مستودعات أو شيء مقابل هذه المستودعات التي نتحدث عنها، أي أن هنالك أشجار ومنطقة مفتوحة. وبعد ذلك في هذا المقطع يظهر لنا بشكل واضح بأننا سنكون أمام نوع من الشارع أو الفرع الذي يفصل هذه المستودعات، هذا هو الشارع مع هذه المستودعات الأخرى، ها أنت أمام 1، 2، 3، ويوضح بأن هنالك 3 مستودعات تقع خلف هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس عندما نذهب بالقمر الصناعي إلى كريسنادارسكي كراي، وتحديدا إلى مدينة إليسكي كما جاءت في وكالة تاس، هذه هي إليسكي، ستلاحظ أنت أمام هذه المنشأة الكبيرة للغاية التي تعرضت للاستهداف، وستلاحظ بأنك لست أمام إلا هذه النقطة من 4 مستودعات بهذا الشكل، 3 مستودعات، 4 مستودعات، هنالك شارع نوعا ما، وهنالك مساحة مفتوحة مقارنة بأي منطقة أخرى. عندما تقاربها وتقارنها ستلاحظ بأنك أمام هذه النقطة هي الوحيدة التي تتطابق مع ما نتحدث عنه، هنا مسافة مفتوحة ومساحة مفتوحة واضحة. لنقترب قليلا لنحاول أن نتأكد هل نحن قد تمكننا من الوصول إلى هذا المستودع، ها أنت أمام فعلا نفس نوع الأعمدة كما تلاحظ من خلال الظل الذي تحدثنا عنه موجودة وظاهرة بالنسبة لنا، وأيضا تلاحظ بأنك أمام مستودع، مستودعين 3 و4، وطبعا هذه أيضا كما تلاحظ أيضا الأعمدة أو الأبراج التي جاءت باللون الأحمر واضحة من الظل الخاص بها أيضا، والمساحة مفتوحة توضح بأن هذا هو المستودع الذي استهدفته الطائرة المسيرة الأوكرانية. نبتعد قليلا من هذه المنطقة لتتأكد بشكل أكبر
ستلاحظ بأنك أمام المستودعات هذا الفرع ومستودعات ثلاثة كانت واضحة. وعلى هذا الأساس واضح جدا أن الأوكرانيين يعملون بشكل خطير للغاية في عملية استهداف كل نقاط ومنشآت الطاقة. هذه منشأة الطاقة التي تحدثنا عنها، وكانت هنالك منشأة يوم أمس أيضا قد استهدفت في نفس هذا الإقليم ولكن في منطقة يطلق عليها تامان، وأيضا كنا في 29 أبريل قبل أيام قليلة باستهداف أيضا على منشآت النفط أو منشأة نفط مهمة ورئيسية في قاعدة سيفاستوبول. لاحظ هنالك قطع وعزل كبير جدا لشبه جزيرة القرم من الطاقة من أجل جعل مشكلة للطاقة حقيقية تعاني منها شبه جزيرة القرم، وهذه طبعا هي طريقة استراتيجية خطيرة بالنسبة للقوات الأوكرانية التي طبعا لديها هدف كبير هو التقدم بهذا الشكل، عزل المنطقة، دفع الروس لكي ينسحبوا من هذه المنطقة. وطبعا أفضل سيناريو بالنسبة للقوات الروسية ببساطة هو الصمود ضد هذا الهجوم المضاد قدر الإمكان لكي يمنعوا شبه جزيرة القرم من أن يقطع عنها كل شيء، وتبقى الأمور متصلة بهذه الطريقة وبهذا الشكل بين دانييتسك، بين إقليم دونباس بشكل عام، وبين شبه جزيرة القرم. وأيضا في نفس الوقت يحاول وتحاول القوات الروسية عملية الانتصار في معركة باخموت قبل 9 مايو. 9 مايو هو يوم النصر بالنسبة لروسيا، ذكرى مهمة للاتحاد السوفيتي في الانتصار على ألمانيا النازية في عام 1945. يريدون الانتصار في مدينة باخموت، والقوات الأوكرانية تسيطر على ما يقارب 7% تقريبا فقط من مدينة باخموت المهمة للغاية. وكانت هنالك لقطات مثيرة تؤكد أن الروس وقوات فاغنر تحاول قدر الإمكان الانتصار في هذه المعركة، وستلاحظ أن المربع الأخير الموجود في هذه المدينة المهمة للغاية تضرب بالقنابل الحرارية أو القنابل الفراغية، وهي قنابل حارقة خطيرة للغاية بدأوا يضربون فيها المربع الذي تتواجد فيه المباني الحكومية الأخيرة في باخموت والتي تتحصن فيها القوات الأوكرانية. وطبعا هذا وضع خطير للغاية تتعرض له طبعا الحكومة الموجودة في كييف وتحاول الصمود، ولكن روسيا تعمل بشكل كبير من أجل إنهاء هذه المعركة قدر الإمكان. بالتالي نحن فعلا أمام ظروف مرتبطة بين روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط، وتظل الأسلحة الإيرانية هي النقطة البارزة بشكل كبير وأكبر من أي سلاح آخر حتى هذه اللحظة في ظل لحظات انتقام خطيرة حول ما جرى في الداخل الروسي. إذن